انسي ما تجري شويه. ماشي. لا 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 استنى انا بتفرج. اصل طويل قوي وممل. اولا انا عيني فيه. انا شكلي عامل كده. قمر. زي القمر. انسي مش ده اسمه ايه اللي بيشتغل معاك ده قلت عليه؟ مين ده؟ ده طارق. طارق هو كان معايا في الشغل بس الواد ده رجوله بجد، وقف معايا حته موقف جدعانه، شهد في المحكمه ضد الشركه بعد ما انهى عقدي. بقول لكم ايه، ما تيجوا نوقف بقى ونجيب الحلوه دي نكمل تاني. لا 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 والنبي انسي احنا لسه بناكل. الله، هو مش ده الراجل اللي كان بيفلرت على طول تشرين؟ بس احنا بنفلرت ايه؟ مين قال كده؟ انت وبابا. لا كنا بنتكلم على حد تاني، وبعدين لما تبقي راميه ودني وبتتصنطي بيركزي بنقول اسماء مين. بس على فكره هو طارق طلع جدع جدا جدا، شهد في المحكمه شهاده الحق مهموش، مع انه كان ممكن يعرض نفسه لمشاكل في الشركه يعني. برافو عليك يا انسي ان انت عزمته في حفله عيد الميلاد. ده هو كتر خيره ان هو جه، هو ملوش في الاجواء والاحتفالات دي خالص. طب هو كلمك من ساعه الحفله؟ لا يكلمني ليه، احنا اصلا ما بنتكلمش كتير يعني. ولا اتصل بيك خالص؟ ولا شفته ولا كلمني ولا في بينا يعني، عادي العادي. بس هو بعت لي رساله مروح على الواتساب قال لي متشكرين على الدعوه اللطيفه دي، وانا قلت له ميرسي نورتنا والهديه جميله وانست والكلام العادي يعني. في الاخر سال على شيرين عادي كده. قلت له ايه؟ قلت له ما تفكرش في الموضوع وطفشته. ليه؟ طب بقول لكم ايه، ما نسيب العيال يتفرجوا ونقوم نجيب الحلو. طب انا هقعد بقى اكمل انت خش بقى، انت عارف الحلو قال لك ايه؟ ما خلصتش يا ما خلصتش الحلو. يلا يا انسي تعالى نجيب الحلو. طب يلا الحلو، يلا نجيب الحلو. شوف بقى انت زي القمر اهو. شكرا.